أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: هل النقاب الذي نراه على كثير من نساء المسلمين اليوم وهو إخراج جزء كبير من العينين والحواجب وجزء من الأنف والوجه، هل هو النقاب المعروف في عهد الصحابة؟ وما حكم هذا النقاب؟ وهل تجوز الصلاة به؟ وما حكم لبس المحرمة له، لا سيما إذا كان عليه غطاء خفيف؟ أما بالنسبة للمحرمة فلا تلبس النقاب مطلقا، لا وحده ولا تحت الغطاء، ما تلبس النقاب المحرمة، ما تلبس النقاب حتى تحل من إحرامها، قوله صلى الله عليه وسلم: ولا تنتقب ولا تلبس القفازين هم شراب اليدين. أما النقاب الذي وصفه السائل بأنه يبدي شيئا من الوجه فهذا ليس هو النقاب المعروف عند العرب وفي وقت النبي صلى الله عليه وسلم، هذا نقاب لا يجوز للمرأة أن تلبسه لأنه يبدي شيئا من وجهها ووجهها عورة، وإنما النقاب المعروف هو الذي لا يبدو منه إلا العينان فقط، ما يبدو منه إلا العينان ولا يظهر شيء من الوجه، لا من المحاجر ولا من الخدين ولا. أما إذا كان واسعا يظهر شيء من الوجه فهذا لا يجوز للمرأة المسلمة أن تلبسه لأنه لا يسترها بل يبدي شيئا من وجهها. أما لبسه في الصلاة، المرأة إن كان عندها رجال من غير محارمها فإنها تستر وجهها في الصلاة وفي غيرها، أما إن كانت تصلي وليس عندها رجال إلا من محارمها فإنها تكشف وجهها في الصلاة، تكشف وجهها إذا كانت وحدها في الصلاة أو كان عندها نساء أو كان عندها رجال من محارمها تكشف وجهها في الصلاة.